على أنه راه القوانين الانتخابية مهما تسوء إذا كان ثم مناخ تحرري تسم تقع اختراقات بدليل في 81 ثم نوع من الكليرسي انقشاع، في 89 ثم نوع من الانقشاع أيضا. دونك سا بيرمي خضات. أنا نقول في الأخير يعني المناخ شنو؟ حياد الإدارة، حرية الإعلام، وحرية التنظم. باش نقول ناخذ الكلمة نتاعو هو سي وزير الداخلية السابق على حياد الإدارة، أبلغ كلام على حياد الإدارة واللي قالوا سي رزقيك، يعني مقفولة قفلة وما تغيرش الأمر من وقت حتى